رسائل. هذا كان عنوان العرض الفني الراقص لفرقة مجدل للفنون الشعبية اللي قدمته وسط حضور جماهير كبير، وقدرت فيه تقدم مجموعة من الرسائل المهمة اللي بتدعم القضية الفلسطينية وبتحكي عنها. العرض اللي قدمناه اليوم هو تقدم للمرة الثانية بصيغته المطورة. رسائل هو عرض فيه أكثر من رسالة بنوصلها باختلافنا كراقصين، بيحتوي على 12 رقصة وقلنا بنتدرب عليه من 2019. العرض الفني تضمن تقديم مجموعة من رقصات الدبكة على أنغام أغاني فلسطينية معروفة زي وين عرم الله وكتابه بارودة وبارودة على البارودة وغيرها كتير من الأغاني الفلسطينية. دائماً بيأثر علينا وجود جمهور وطاقته، بشجعنا أكثر إنه نحن نأدي بكل طاقتنا ونوصل إن شاء الله رسائلنا إلهم. إحنا قبل ما نكون مجدل كان في مشروع دبكة بشراكة مع فرقة الفنون وعدة مؤسسات مجتمعية، منها انطلقت مجدل. انتهى المشروع فقررنا إحنا كشباب وصبايا نأسس الفرقة الخاصة فينا وكانت مجدل. عرض رسائل هو عرض حبينا نوصل فيه رسالة كل شاب وصبية كانوا في المسرح، هم من مختلف مناطق عمان، إشي من مخيمات، إشي من مدن بعيدة، إشي من مادبة، إشي من الزرقة، فإحنا تجمعنا نوصل رسالتنا للجمهور اللي هي بتحكي عن الأرض والمقاومة والشهداء والأسرى.